عندما نسمع اسم شاديان نتذكر أغاني الحب والأمومة والوطن، نتذكر أفلامها الكثيرة التي أثرت بها السينما المصرية والعربية، فقد تنوعت أدوارها بين البنت المدللة والفقيرة والغنية وأدتها كلها ببراعة. راح منك يا عين حيروح من قلبي. فاطمة أحمد شاكر أو كما لقبت بشادية ولدت في 8 فبراير عام 1934 بمنطقة الحلمية الجديدة في حي عبدين، وترجع أصولها إلى محافظة الشرقية. خطابك كتير وقالولي تفتح للذهب واللولي. ظهرت شادية في بدايتها بأدوار صغيرة في العديد من الأفلام من بينها أزهار وأشواك مع المخرج أحمد بدرخان، قبل أن تتعرف على الفنان محمد فوزي الذي استعان بها في مجموعة من أفلامه مثل الزوجة السابعة. وحيت عينيك وفداها عينيا أنا بحبك. وتوالت نجاحاتها في أدوارها الخفيفة وثنائياتها مع كمال الشناوي التي حققت إيرادات كبيرة للمنتجين الذين حاولوا حصرها في أدوار الفتاة الدلوعة، مستغلين ملامحها الجميلة وصوتها العذب. على عيش الحب وطير يا حمام، على عيش الحب الحب. مرت بعدد من المحطات الفنية الهامة في حياتها، أولها في فيلم المرأة المجهولة مع المخرج محمود ذو الفقار عام 1959، كما استطاعت أن تقدم مجموعة أدوار كوميدية معه مثل فيلم مراتي مدير عام وعفريت مراتي. فارس أحلامي. وفي عام 1965 قدمت شادية أحد أهم أدوارها على الإطلاق، وذلك بفيلم أغلى من حياتي والذي يعرفه الجمهور بفيلم منى وأحمد. أحمد منى 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 حياة قلبي. بالإضافة إلى العديد من الأعمال منها مع بودة الجماهير مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. علشان إحنا مع بعضينا والأول مرة لوحدينا. وفور بلوغها سن 50 فاجأت الجمهور بقرار اعتزالها، وقالت أنها تفضل الاعتزال في عز مجدها ليتذكرها الجمهور بأعمالها الجيدة. ما شافش الأمل عيون الولاد وصبايا البلد. بلغ رصيد شادية الفني نحو 112 فيلما وعشر مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة فقط، وهي ريا وسكينة والتي حققت نجاحا منقطع النظير. حبك جنينا يا اسمك إيه. وبعد صراع طويل مع المرض رحلت شادية عن عمر يناهز 86 عام، وبقيت أفلامها خالدة وداعا مع بودة الجماهير.